يعني هو مش مربط ولا بحبل ولا شيء، شايفين كيف طار؟ اهلا وسهلا فيكم متابعيني عبر قناتي على يوتيوب سامي مجتهى تيوب، وبرحب فيكم بفيديو جديد. كثير بنشوف في البرامج التلفزيونية سحرة بيقدموا سحر رهيب جدا، وفي بعض الاحيان بكون مخيف، وكثير منا بصدقوا انه هذا سحر، لكن بحقيقة الامر هو مش سحر، لكن هدول ناس مبدعين في مجال الخدع السحرية او الخدع البصرية، وبامكان اي شخص يتعلم هذا المجال ويقدمه للجمهور. طبعا اليوم جمعت لكم مجموعة من المقاطع اللي بتكشف هاي الخدع السحرية، لكن قبل ما نبلش لا تنسوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك في القناة يضغط على زر سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تصلكم كل اعمالي الجديدة. وخلونا نبلش وخلونا نشوف اول خدعة، وهي خدعة الشمعة. لاحظوا اول شغلة، خلونا نشوف الخدعة. الله 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 رفع شعلة النار، شايفين في اصبعه، رهيبة جدا. وهي يرجعها بكل بساطة، لكن يا ترى كيف بيعمل هاي الخدعة؟ خلونا نتعلم نشوف كيف. حاطط اصبع بلاستيك فوق اصبعه، وجوا هاي الاصبع في شمعة، يعني تقريبا زيها زي الشمعة، بيولعها عادي. انت بتفكر انه اللي مولع ايش؟ اصبعه او الشعلة على اصبعه، لكن هو فعليا شمعة معلقة في الاصبع. طب خلونا نشوف خدعة الطيران على الدرج. شوفوا هذا الشخص الان شو راح يسوي. الان راح يطير على الدرجات، هو طبعا مش مربط ولا بحبل. شوفوا ايش راح يصير معه. يعني هو مش مربط ولا بحبل ولا شيء، شايفين كيف طار؟ صراحة خدعة رهيبة جدا وذكية. شو بتتوقعوا كيف بيعملها؟ راح تنبهروا، شوفوا الآن كشف هاي الخدعة. شايفين هو مازع البنطلون فعليا، وبيطلع رجله اليمين من البنطلون وبقف على أول درجة، وبخلي رجله الشمال مكانها وبرفع جسمه، لكن انت ما بتشوف رجله اللي قدام، شايف؟ فبتحس انه هو طاير. شوفوا هو هلقيت قدم رجله اليمين على الدرج وطلع، خلى رجله الشمال في البنطلون، بتحس انها خدعة. طيب نشوف خدعة الطيران علبة السيفن، الان مع علبة صودا الان، بده يخليها تطير. ركزوا بهاي الخدعة. الله الله، طبعا برضه مش مربوطة بحبل ولا بإشي. ركزوا ركزوا منيح بهاي الخدعة. حاولوا اكشفوها، مين قدر يكشفها؟ شوفوا كيف الخدعة، طبعا برضه في اصبع بلاستيك بتحرك، حطوا هيك ملزقه بالعلبة وبصير يتحرك، تبقى العلبة وكأنها طايرة. خلونا نشوف الآن خدعة تني المعلقة، شوفوا كيف الآن بده يتني المعلقة. الله، أصابيعه لهالدرجة قوي بتنوا المعلقة. شوفوا هاي تنى المعلقة 100%، بقف قدام الجمهور بفرجوا لهم هيني تنيت المعلقة. لكن لاحظوا كيف الخدعة، بجيب ايد معلقة تانية مقصوصة، والمعلقة بالاصل هي معاه متنية. شوفوا ايش بيساوي، هاي المعلقة هي بالاصل متنية، لقيت بجيب ايد معلقة مقصوصة وبحطها بمسكها في ايده، بتشعر وكأنها ايش؟ معلقة كاملة، لكن هي فعليا ايش؟ هذا طرف مش مشبوك في المعلقة. شوفوا كيف بتني شوية شوية، هو بنزل الطرف اللي مقصوص شوية شوية بنزله، فأنت بتحس أنه هو متني. طيب بفرجيك أنه المعلقة متنية، وبسحب الطرف المعلقة وبخبي. طيب في خدعة انتشرت وهي خدعة الطيران بالسماء، أمرار بجيبوا ساحر أنه طار بالسماء. كيف بتطير في السماء؟ خلونا نشوف. الله الله الله، طيران 100% طاير بالسماء، بتحسش في اي خلل اصلا ولا بتلاحظ اي خلل. لكن الخدعة هاي كيف بيعملوها؟ زي ما بيعملوها تقريبا بالمسلسلات والافلام لما حدا بده يطير بالسماء. شوفوا عبارة عن وينش معلق هو بايش؟ بحبال. لكن لاحظوا لما الكاميرا بتبعد الآن،
هاي الحبال شوي شوي ايش بتبينش، يعني لونها لونها ابيض. شوف وين بشبكوه، بشبكوه من الجوانب بحبال بيض خفيفة، يعني هي بتحمل لكن رفيعة ولونها ابيض، انت بتلاحظهاش. وهيو بلشوا يرفعوا فيه في الونش، وهو عامل حاله ايش الساحر اللي قد حاله. في كمان خدعة سحرية خلينا نشوفها، هي خدعة خرم البالون من غير ما ينبعث. معاه بالون طويل هيو، بده يخرمه من غير ما ينبعث بالمرة. شوفوا شو راح يساوي. يلا يا ساحر انت من زمان تعال لنا عشان تفضح السحرة. هذا يا جماعة متشغل يفضح فيهم بس. شوف ايش راح يساوي. مسك اول قلم هيو، حيدخله في البالون. لا حينبعث حينبعث. لا لا ما انبعطش ما انبعطش. رهيب هذا الراجل. طب حط القلم الثاني نشوف، يمكن المرة هاي ينبعث. كيف صار ما انبعطش برضو. Now the balloon is trapped in the tube, held in place by the crisscrossing pencils, and it still carefully removes the pencils. هيو برضو رفعهم. First one, and then. طب اكشف لنا الخدعة. With a bit more difficult, the balloon out of the metal cylinder. طب هي البالون عادي رفعه. طب شو السر؟ شو السر في الموضوع؟ اها. السر بسيط جدا. شايفين؟ لف البالون وحطها، طلع من وين ببرر القلم، بمر القلم بين في البالون من غير ما ينبعد بكل ذكاء، وبعدها لما يطلعوا بيعدل البالون من غير ما تنتبه وبطلعوا عادي كأنه فيش فيه مشكلة. صراحة ذكية جدا. طيب في خدعة زمان كنا نشوفها، بحطوا مثلا الشيك الفوق العملة فوق وبنزلها تحت. شوفوا الآن كيف يخليها تدخل من جوا الإقزاز. طيب كيف؟ ها واحد اثنين ثلاثة، نشوف نزلت تحت. نزلت تحت، كانت فوق الطاولة، العملة صارت تحت الطاولة. شوفوا كيف الخدعة. الآن هو معه تنتين عملتين نفس العملة، مخبي واحدة بإيده اليمين وواحدة بإيده الشمال. شوفوا شو بيساوي. في إيده اليمين مغناطيس، هذا المغناطيس بيمسك العملة. شوفوا بيمسك العملة اللي فوقه، بقربها شوية 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 على العملة اللي تحت. بعدها بترك العملة اللي تحت وبسحب ايش؟ بسحب العملة اللي فوق في المغناطيس وبخلي العملة اللي تحت. فانت بتحس انه هي انتقلت من فوق لتحت، لكن هي فعليا مش صحيح، هو عنده تنتين. طيب في كمان خدعة حلوة، بجيب الجوال وبدخله جوا الإقزازة. طيب كيف الجوال بده يدخل جوا الإقزازة؟ خلونا نشوف. فرجينا. الآن بدي يدخل هذا الجوال في الإقزازة. كيف راح يدخله؟ واحد من تحت. لا طب الإقزازة هي فيش فيها إشي. كيف دخل الإقزازة فيش فيها أي مشكلة على فكرة. يا الله ما توقعتش. بكل بساطة هو قاصص الإقزازة. طيب ليش ما بينتش؟ طيب هي يا عمي هم هدول ناس محترفين، ايدهم خفيفة جدا، هاي الابداع. طيب في كمان خدعة حلوة، هي خدعة الطنجرة والورد. خلونا نشوف الخدعة، ركزوا معاها. هاي طنجرة ايش بدي يساوي؟ ولع في الطنجرة نار، غطى الطنجرة. رهيبة. كيف؟ شفتوا الورد بنضم. طب وين حاطه؟ طب اصلا وين انت كنت حاطه؟ مثبت الورد بالغطايا. هو فرجان الطنجرة لكن لما غطى الغطايا وقعت ايش الورد جوا، فرفع في فرجان الورد. يا الله ذكي. طيب في خدعة الآن شوية راح تكون حتحسوها مخيفة، راح يغز إيده بالدبوس، لكن إذا بتابعنا أطفال ما تخافوا لأن الخدعة هاي بسيطة جدا. شوفوا منيح عشان تستفيدوا كمان لما حدا يعرض على التلفزيون ما تخافوا من أي شيء وتعرفوا أنه هاي عبارة عن خدع. غز دخل في إيده هيو الدبوس الكبير.
طيب معقول من برا هو عامله؟ اكيد من برا لانه هو مخبيه من جوا. من برا هي نزل دم. لا طبعا ما تخافوش يا جماعه، اصبر الان راح يكشف لكم هاي الخدعه. طلعوا كيف هاي الخدعه. هذا سمغ، بحط على ايده سمغ قوي جدا. هذا سمغ قوي، ايش راح يساوي فيه؟ بدهن ايده بالسمغ، حط الدبوس، ايش راح يساوي؟ بحط الدبوس وبالسمغ بلزق ايديه في بعض من فوق الدبوس. انا على فكره فكرت مستخدم عجينه لكن طلع مش مستخدم. بلزق ايديه والدم، الدم بيجي طلع الابره فيها انبوب، بضخ من تحت بنزل قطرات دم، يعني شيء بيشبه الدم. رهيبين. الان يا جماعه مع اخطر خدعه اللي بتابعنا، اذا بتابعون اطفال ما تخافوش، خدعه راح تكون هبله وقصتها سهله لكن انتم هيك حتقشعر بدنكم شوي، لكن ما تخافوش. يعني اذا كان في اطفال يتعلموا واستفيدوا انه كلها هاي خدع، لكن ما تجربوهاش في البيت. شوفوا الان. انت تلاحظ لا شعوريا بتقشعر لما تشوف هاي الخدعة، مش طبيعية عن جد. هذه خدعة قوية جدا، اول ما شفتها انا انبهرت. طب اكشف لنا اياها دخيلك، قشعر جسمنا. شايفين سهلة. شوفوا شو بيساوي، ولا اشي. الان بطلع السكينة فيها فتحة، حط الفتحة على، وبتصير تحس انه كأنه هو بقص ايده، لكن هي ايش؟ هو حاططها بالفتحة. شايفين؟ خدعة بسيطة جدا لكن بتلمس، يعني لو حط كمان معها قطرات دم كان طلع الاشي الاشي بلمس. طبعا هاي مجموعة من الخدع اللي هو كشفها، وفي مجموعة خدع كتير هو بكشفها وغيره من الناس المهرة في هذا المجال بكشفوها. لكن اذا كان اللي بتابعنا اطفال ما بنصح حد يقلد هاي الخدع، خاصة الخدع اللي فيها سكين وفيها نار وفيها دم، لانه هاي بدها علم. الناس هاي بتقعد لسنوات لتتعلم كيف ممكن تقدم خدع سحرية للناس. طبعا بتمنى تكونوا بسطتوا بهذا الفيديو، وفي الختام لا تنسوا لايك، ادعمونا بلايك للفيديو عشان يترجح اكثر على اليوتيوب، واللي مش مشترك في القناة يضغط على زر سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان تصلكم كل اعمالي الجديدة. وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.